اهلا بيكم. النهارده نشوف مع بعض اكله من الاكلات الظريفه وبرضو اللي بيعملوها في النمسا. بيعملوا صوص البيبر اللي هو الاخضر، او بمعنى اصح اللحمه، لحمه الفيليه، بيعملوها مع صوص اخضر كده طعمه جميل جدا مع الديميكلاس، طعمه حلو. هنشوفها مع بعض بتعمل ازاي، وهنشوف مع بعض البطاطس البوري برضو. دي اكله من الاكلات السايد ديش اللي بيطلع معاها، هنشوفها مع بعض بتعمل ازاي. انا اول حاجه حضرتها هنا عندي حله ميه بتسخن، بعد كده عندي هنا البطاطس قشرتها وهقطعها مكعبات، دي اهم حاجه. ومش شرط اي مكعب، مش لازم يكون كل مكعب قد التاني، ولكن بالنسبه للبطاطس البوريه يعني اي تقطيع انتوا عايزينها زي حسب الرغبه، مفيش فيها اي مشكله خالص. مكونات البطاطس البوريه: زبده، لبن، بطاطس، ملح، فلفل، جوز الطيب. وفي نفس الوقت بالنسبه للحم الفليتو بصوص البيبر صوص، ده لحم فليتو عادي جدا. هنشوف برضو انا هقطعه ازاي، هنشوفه بيتعمل ازاي مع بعض. طريقه جميله جدا. بعد ما قطعت البطاطس كده حطيتها في الميه وهسيبها لما تستوي مع نفسها. عندي هنا الطاسه سخنها بس زياده، عندي هنا سكينه اللحم، اخد ده بالنسبه لي اللحمه مكوناتها. دي لحم فليتو، حته من الفليتو. الفليتو طبعا بيبقى طويل لحد هنا، دي حته منه. لحمه هستهلك زبده معاه، هستعمل كمان ده الفلفل الاخضر، وده ديمي جلاس بودره. هدوبه طبعا في شويه ميه وشويه ميه، وفي نفس الوقت هنشوف برضو بتعمل ازاي مع بعض. وعايز بعد كده برضو للبطاطس شويه كريمه لباني. اللحمه هجيبها طبعا، هاخد الحته دي حته فيليتو، ولحم الفيليتو لحم جميل جدا، فلازم ان انا عشان اقطعه واسويه ما اسويهوش جامد، فمهم جدا ان انا ما اسويهوش جامد لانه هيكمل سواه في الصوص بعدين. ده بالنسبه للحم الفليتو. لو فيها حته دهنه كده ولا حاجه اضطر ان انا اشيلها. كويس بالشكل ده. اقطعها بالشكل دوت كده. طاسات الحديد بقى هي اللي تنفع في الاكلات اللي زي دي، لان الطاسه الحديد بتسخن بسرعه طبعا والحراره فيها بتتوزع. كويس، تبلنا اللحمه بملح وفلفل، قلبناها مع بعض، مهم جدا عشان هاخد بعد كده شويه من الزيت. كتير ما بحبهمش في الشغل ان انا استنى الزيت وهو نازل، واستنى الملح والفلفل وهو نازل، لان انا ببقى عايز اشتغل على طول. فهاخد ايه، اخد دي مثلا وانزل كده في قلب واقلب كده. هو ده بالظبط اللي انا عايزه، ان اللحمه تستوي كلها او تنزل تتقلب كده بالشكل دوت. خليني اخد ديت. اول ما احس ان اللحمه استوت مهم جدا ان انا اروح راكنها على جنب، اعمل الصوص بتاعي، وبعد كده ارجع احط فيه اللحمه. ما اسويش اللحمه في قلب الصوص قلب الكلام ده كله، والا اللحمه هتشد معايا. ده نصيحه مني، وبالذات لو حته لحمه من اللحوم اللي هي الغاليه
فيبقى خساره وحرام في نفس الوقت. انا بقى يعني ايه ما بحبهاش. كل دوت هاخده هنا كده اما لو لحمه عايزه بالفعل سوا كتير يعني حته من الزمد ولا حته من ظهر من الظهر بتاع الفخده ولا حاجه فدي ممكن ايه نفضل نغلي فيها لحد ما تستوي. انما لو حته من الفيليه زي مثلا اللحمه دي كده فيبقى قصاره ادي بالظبط اللحمه ايه تعتبر كده استوت. كل اللي عندي ان انا هاخد بس الكلام ده بحيث ان هي تكمل سواها في قلب البتاع. في ناس بتاكلها كده انا شخصيا بحب اللحمه ان انا اكلها كده بالشكل دوت نيه طعمها جميل جدا حلوه بالفعل. هاكل التانيه يعني ما ينفعش اسيبهم ولا احطهم مع التانيه حاجه شيء غير عادي. انا دايما بحب اكل اللحمه نص سوا عندي بصلايه هنا تاخد بقى كل الكلام ده الاول كده البلانشه اللي انا اشتغلت عليها وقطعت عليها اللحمه ديت واجيب واحده تانيه من عندي من تحت وابتدي ان انا اعمل صوص البوافر او صوص الفلفل بمعنى اصح. تمام اقطع كل الكلام ده مع بعضه وتبقى عندي البطاطس استوت. بس هخلص هعمل الصوص بسرعه. الصوص ما بياخدش طبعا وقت خالص. صوص في نفس الطاسه عشان استفاد بطعم اللحمه لان نفس الطاسه ديت هتديني طعم وريحه جميله قوي. كل الكلام ده هاخده كده سوتيه مع بعضه شويه من الفلفل الابيض وبعد كده عندي بودره الديمي جلاس انزل بودره الديمي جلاس. بودره الديمي جلاس في حاجتين يا اما انزل بيها عليه كده زي البشاميل وبعدين اروح نازل بميه يا اما بروح نازل بعد كده ب بنزل بدوبها في قلب شويه ميه. ادي الفكره. ده كده هسيبه على جنب يعتبر ان هو خلص. هرجع له بس في الاخر زوده بس شويه كمان هرجع له في الاخر هقلب ده كويس جدا مع بعض وهسيبه كده على جنب. اروق مكاني الاول اخد دي علشان ما يبقاش الصوص بتاعي بريحه الخشب بمعنى اصح. انا مش عايز اعمل صوص خشب صوص فلفل بالخشب ولكن دايما المعالق تتشال من قلب بتاع دوت الطاسه كويس. اروق هنا مكاني كده وبعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف بعد كده صوص الفلفل هنكمله ازاي مع شوربه السان جيرمان اللي هي البسلة بمعنى اصح مع البطاطس البوريه هنشوفهم بيتعملوا ازاي ان شاء الله يعجبكم الاكل دوت. فاصل ونعود. اهلا بيكم رجعنا لكم بعد الفاصل. كل اللي انا عملته هنا بصيت على البطاطس بتاعتي شفتها دخلت على السوى دخلت كده على السوى. فعندي هنا الصوص بتاع اللحمه. الصوص بتاع اللحمه هاخد كده الكريمه اللي عندي هنا ابتدي ان انا انزل بالكريمه
واسيب كل الكلام ده يفك كده مع بعضه. شويه كريمه صغيرين. كفايه كده. خلاص ده انا مش عايزه. شوف ايه الاخبار. الصوص عندي تقل من البودرة بتاعت الديمي جلاس او البراون صوص. دي متوفرة طبعا في كل السوبر ماركت، مفيش فيها اي مشكلة خالص. وبرضو هسيبه على جنب لان ده هعمله اخر حاجة خالص. كويس، انا مش عايز اسوي اللحمة زي ما قلت ان هي تتهري، انا عايز اللحمة عندي تستوي كويس قوي. عندي هنا برضو حلة هحطها هنا على النار، وابتدي ان انا انزل باللبن هنا، واسيب الكلام ده كله عقبال ما اللبن يسخن بسرعه. اكون انا صفيت البطاطس هنا، اخد ده كده واول لبن عندي ما يبتدي يسخن كده زي دلوقتي هنزل بيه البطاطس كده في قلب اللبن، وهاخد كل الكلام ده مع بعض. خلاص ده انا مش محتاج له خالص. عندي هنا المضرب، هروح كده اصبحت عندي البطاطس البوريه اتعملت جاهزه. احط الحاجه دي هنا وبعد كده هركنها بس على جنب بحيث ان هي تبتدي تشد شويه. وعندي هنا اللحمه برضو ابتدي ان انا انزل بيها في الصوص. الصوص عندي هنا برضو جاهز. اللحمة احطها في الاخر علشان ما تستويش جامد. انا كل اللي انا عايز بس ان انا اسخنها، واهم حاجة ان هي اخد البروتين بتاعها دوت اللي هو العصير بتاع اللحمة وانزل بيها كده بالشكل دوت، واروح مقلب فيها كده. اسيبها بس شوية صغيرين مجرد نص دقيقة بحيث ان هي تستوي مش اكتر من كده، وبعد كده هركنها على جنب. خليها هنا على جنب، الحاجات دي خلاص انا مش عايزها. هبتدي اعمل شوربة سان جيرمان اللي هي شوربة البسلة. هاخد شوية من الزبدة كويس، وبعد كده هقطع بصلاية صغيرة تكون مفرومة. ابتدي ان انا اقلب فيها بالشكل دوت، اروح نازل برضو بالبسله كده بالشكل دوت. وبعد كده اروح نازل شويه جوز الطيب صغيرين، رشه صغيره، وشويه فلفل ابيض برضو شويه صغيرين، واقلب كل الكلام ده على بعضه. وبعد كده اديها الكريمه اللي انا شايلها للشوربه، واسيب كل الكلام ده يغلي مع بعضه. بالشكل ده كده
اغطيها وبعد كده راح واخد شويه من بلح جوز الطيب مع شويه فلفل ابيض عشان ما يسمرش البطاطس. وابتدي ان انا اخد البطاطس كده اديها برضو تقليبه تاني خليها على جنب. استعمل نفس المضرب برضو تاني للبسلة عشان افرم البسلة. خليه هنا واشوف البسلة هنا اخبارها ايه. البسلة كده دخلت على السوى. ابتدي ان انا كده اصبحت الشوربة عندي جاهزة. اخد بس كده ادوق اشوف الملح بتاعها اخباره ايه. سنة ملح تاني مع شوية فلفل اسمر. وعندي هنا الطبق هغرف انا بسلة هنا روق مكاني. كل ده انا مش محتاجه خلاص. وبعد كده كده اصبحت شوربة البسلة جاهزة. اخد اي حاجة صغيرة كده بحيث ان هي تديني شكل كده. ودي كانت شوربة السان جيرمان. بعد كده عندي البطاطس خلينا نغرفها هنا. دي كده البطاطس برضو اصبحت ان هي خلصت. هاخد برضو شوية من الخضرة اللي عندي هنا وابتدي ان انا اعمل لها اي ديكور صغير. دي كده بالنسبة لي البطاطس. ودي اللحمة عندي هديها بس ايه شوية مية شوية مية صغيرين بحيث ان هي الصوص يخف شوية. كده اصبحت عندي اللحمة استوت. مش لازم ان انا اغليها جامد علشان ما تشدش. اجيب الطبق بتاعها انا عايز احطها هنا شكلها جميل جدا الطاسة ديت. وابتدي ان انا احط كل الكلام ده هنا كده مع بعضه. كده بالنسبة لي خلصت. هاخد بس شوية اي خضرة كده صغيرة ابتدي ان انا احطها عليها كده بالشكل دوت. وكده اصبحت اللحمة عندي خلصت اللي هو لحمة البيف. ودي كانت الاطباق بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان الطريقه دي تكون عجبتكم. جربوها ان شاء الله تعجبكم وبالهنا والشفا. اشوفكم في حلقات تانية كتير. ما كان معكم الشيف هشام البنا. شكرا مع السلامه.
Thank you.